السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدا خارجه ضربه واحد الدويره، غادي نمشي لواحد المحل اللي هو عندنا هنا معروف سميتو كاش، كيجيب واحد الحوايج الاواني ديال الكوزينه، داكشي رخيص وبثمن مناسب. فقلت غادي نمشي نضرب دويره ونشوف شنو جابوا، وغادي نديكم معايا تشوفوا شنو كاين الجديد وتستافدوا شويه معايا. وهكذا المحل هو هذا ديال كاش، البنات اللي هنا في اسبانيا راه غادي يعرفوه. هو هذا دابا غادي ندخلو. هاد المحل هذا رخيص ماشي غالي، نتوما كتشوفوا هاد السكين هادو ب10 اورو. هادو تقدو قيله يديرهم في البحر حيت بلاستيك. المقالي هنا عندهم زوينين، هادي ديال البايلة دايره 11 اورو 99، كبيرة طباصل بحال هادو دايرين 59 سنتيم، 59 سنتيم، زوينين غارقين. انا عندي منهم من الصغير لهذا الكبير. هاد القوامل تاهما زوينين، 19 اورو زوينين. لا غلاس بالنسبه ل شدي معايا هدى، غادي نوري لهم هادو البوستري التحليات زوينين رخاص ماشي غالي، ندير لنا اورو 99 رخاص بزاف. 6 عندي هادو انا زوينين. هادو هما اللي جابوا، هادو تا هما زوين بالنسبه لي، تحطي فيهم الفواكه الجافه هكا اولا كونفيتير العسل هكا زوين. تا هما دايرين 50 سنتيم رخاص بزاف. هادو غادي ندي منهم انا، غادي ندي واحد الربعه خويكم ولا ندي 6. هادوك اللي بايدين حتى هادو زوينين، حتى هادو زوينين 50 سنتيم غارقين زوينين. هادو هاد زليفات الحريره بالنسبه للاطفال ما كيبغوش يشربوا الحريره، هادي زوينه الصغار ياك يا ولاد زوينين. زوينين الصغار دير فيهم طفلان. هادي تاع لي بات هكا كيسان عندهم دايرين اورو 89 زوينين. 6 بالنسبه للمراضه هكا مزيانين هادو زين. البنات اللي هنا في اسبانيا حداهم كاش يمشيو ليها، جاوا حويجات زوينين. هادو عجبوني في الكحل هكا مزالين، الله يلا عجبوني فنين الصوبا هكا تحطي فيهم زوينين. عندهم حويجات هذيك ديال زوينه، هادي دايره شحال؟ 5 اورو 5 اورو 99 قلوبه. احنا مازال دايرين هنا الليكات والماسكات على حساب الفيروس. زوينه لا تي باقي عندها ديالها. هذيك كتجبديها هكا كتقطعي بيها. وي وي هادو هنا البلاستيكات تا هما رخاص، نتوما كتشوفو دايرين اورو اورو غزالين. هادو زوينين، هادو براكتيكو في الكوزينه ما كي هادو زوينين في الكوزينه ما كتلقايش مشكل كيتغسلو دغيا. انا ديت منهم هادو زوينين تا هادو فنين. هادو تا هي جوج اورو رخيصات الدراري الصغار اللي كيهرسو. هادو تا هما زوينين، شوف هادا شحال غزال، جوج اورو 99. شوفي الكافيترا تاع القهوه 14 اورو 99 بالنسبه للناس المحبه بالقهوه، غزاله زوينه.
بحال ديال الكراي. حتى هذه زوينه، هذه حتى هي زوينه والماتيريال فيها زوين. زوينه هذه، دايره 10 اورو. خوت ديالك راه جابوه القريعات حتى هما زوينين. شوفي وجاج يعني تبقى الحاجه معقمه هنايا، دير لنا اورو 29. هاد الصغيورين 50 سنتيم بالنسبه للعطريه، حتى هادو زوينين. هذيك الملحه والكاع هادو زوينين ومع جاج كتبقى معقمه هنايا العطريه. لا دير فيهم على الملح والكاع من ها هما العطريه. زعما انا بغيتي ديري بحال بحال 6 خويكو، ولكن بحال بحال كنستعملو العطريه بزاف. خاصنا هادو، هادو زوينين، هادو زوينين العطريه. هادو شفتهم سعاد عجبوها شريكه. زوينين صح، زوينين هادو. خني استخديت هادو منهم 6، هكا ديري فيهم كلشي. هادو زوينين هادو، الله يلا مخيرين. تديرو 89 سنتيم، خد 80 ناخذ منهم، عجبوني. خدي منهم العطريه تمام. والله الا زوين، تيتغسلو في الماكينه الغسل المعان، الماكينه دغيا يتغسلو. خديت منهم 6، غادي نديهم زويونين. هادو كنت باغا نوري لكم هادو البنات، شوف غزاله هاد البايله. حتى المسمن كطيب المسمن، دايره 9 اورو 69، 10 اورو غزاله تاعك. هادو ديال الثلاجه اللي تنظيم الثلاجه، كتنظمي بهم الثلاجه العطريه. هادو زوينين، دايره اورو 89 غزالين. وهادو تا هما ديال الجاج، هادو تا هما صحيين ديال الجاج، اورو 99. الناس المحبين للقهوة، كايناش كابوتشينو اللي كنشرب انا. هنايا مواد تنظيف رخيصة وزوينة. هاد اللي كيغسل البوطا كيتا كراسا رخيصة هنايا، هادي تيديرو بعض المرات بروموسيون، جوج 3 اورو 99. جابو اي مارك بحال هذا، هذا 99 تا هو غزال البانيو الحمام. هذا هذا هو اللي كنستعمل انا طولين فيو، هو الزوين. كيتا كراسا هادي هي احسن ماركة، هادي هي اللي كتغسل مزيان. هنا تاع مواد التنظيف كتير ورخيصة، ثمن مناسب. زوينة مواد ديال الماكينة الصابون رخيص، 2 أورو و 99 زوين. حتى هادي دايرة 2 أورو بروموسيون، جوج بجوج الأورو رخيصة. حنا غادية كلشي ساد، كلشي مازال ساد، مازال مع هاد الحجر الصحي مازال ما فاتحينش. دابا راه شهرين وحنا هكايا، دابا زادونا شهر اخر، شهر اخر ما غاديش يفتحوا التيندات البوتيكات، مازال كلشي. نوريكم واحد شويه في الشارع الرئيسي، كالصا كتكون شي بوتيكه يعني وحده هكا تيندا اللي حاله. بقى غير الحمام هو اللي في الشارع. الدنيا خاويه كما كتشوفوا، مازال ما ترجعش الحياه طبيعيه حتى يتحيد هذا الفيروس وترجع الامور كما كانت. كنتمنى تكون عجبتكم هالطويرة معايا خفيفه. السلام عليكم.